الطريق إلى البرلمان مشوار كبير أمام الناخبين والمرشحين، يستمع خلالها الطرف الأول إلى رسائل الطرف الثاني في أهم قضايا الدوائر والتشريع والرقابة. نحن الآن في دائرة أبو المطامير مع مرشح الوفد كنموذج للتعاطي مع قضايا الدوائر المختلفة. أستاذ محمد الصياب، برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بيك وأهلا بقناة الحياة. يعني خليني مباشرة أسأل حضرتك عن المشهد الانتخابي الموجود في دائرة أبو المطامير، كيف تنظر إلى المشهد الانتخابي؟ المشهد الانتخابي الموجود حاليا في أبو المطامير، دائرة أبو المطامير متكونة من مركزين، مركز أبو المطامير ومركز حوش عيسى، ده كل منهم وحدة إدارية مستقلة، لكن دايما طول عمر الدائرتين دول مع بعض. فإحنا هنا في أبو المطامير اتولدنا ولقينا الدائرتين دول مع بعض، أبو المطامير وحوش عيسى بيمثلوا الاتنين بينهم وبين بعض روابط عائلية وروابط نسب وعلاقات تجارية، وإحنا ما بنفرقش دايما بين أبو المطامير وحوش عيسى. حاليا عدد المرشحين في الدائرة 30، منهم 20 من أبناء أبو المطامير و20 من أبناء حوش عيسى زي ما قلت، بس هو للتوضيح يعني، و10 من أبناء حوش عيسى، أنا قلت للتوضيح. الانتخابات عندنا هنا في هذه الدائرة بيتنافسوا على ثلاث مقاعد. احنا دايما في الدعاية بتاعتنا بنقول للناس احنا عندنا 30 مرشح، ومن حسن الحظ الانتخابات دي سهلة جدا لان مفيش حد ضد حد، انت بتختار اي ثلاثة، بتختار افضل ثلاثة من الثلاثين ومفيش حد ضد حد. دي سهلت العملية بالنسبة لنا في الدعاية، سهلت العملية بالنسبة لنا في التحرك. لغاية النهاردة بفضل الله ما وقعتش ولا مشكلة واحدة ولا هفوة بين أي مرشح من المرشحين أو أنصار المرشحين، ده دليل على أن الدائرة بتتمتع أنها أسرة واحدة. إجمالي الأصوات أبو المطامير تقريبا 268 ألف، الحوش تقريبا في حدود 170 ألف، يعني لو جمعناهم يعملوا 260، يعملوا في حدود 435 ألف تقريبا. أستاذ محمد صياد، يعني أبو المطامير أحد الدوائر المتسعة، بشكل ملحوظ يعني هل هذا الاتساع والحجم الكبير للدائرة هل يشكل عبء على المرشحين المتنافسين بشكل عام، سواء كان في الدعاية أو في المال أو في استخدام البشر في يعني الحملة الانتخابية للمرشحين؟ بالضبط، هي دائرة أبو المطامير من أكبر الدوائر في المساحة على مستوى الجمهورية. حضرتك بتاخد من الطريق الزراعي من كفر الدوار حتى الطريق الصحراوي على حدود وادي النطرون، بتصل حدودها إلى دمنهور وبتصل حدودها لأبو حمص. الدائرة متسعة جدا، وكمان القرى بتاعتها متباعدة، مفيش كتل سكانية كبيرة على بعض، فالقرى بتاعتها متباعدة، دي بتمثل في التحرك ده 5 مجالس قروية، 6 مجالس قروية، ده أبو المطامير وحوش عيسى فيها حوالي 4 مراكز قروية كمان، فدي بتمثل عبء رهيب على المرشحين في التحرك. يعني كل ما بيقرب كل ما بيقرب ميعاد الانتخابات كل ما بنحس ان احنا لسه الدنيا واسعة قدامنا. وفي نفس الوقت الفترة بتاعت الدعاية بالنسبة لنا فترة ضيقة جدا جدا جدا، ده احنا في مراكز لها طبيعة خاصة بتحتاج ان انت تروح لكل بيت، يعني 17 يوم او 18 يوم اللي خصصوا لفترة الدعاية دول، يعني مع احترامي عايزين مرشح في محطة الرمل او في الزمالك، لكن في اماكن زي دي احنا عايزين شهرين عشان نقدر نتحرك ونغطي الدوائر دي. خلينا نسألك كمان عن التركيبة السكانية في أبو المطامير، يعني هل العنصر القبلي والعنصر العائلي في أبو المطامير في الدائرة كلها، يعني هل يصنع فارق لمرشح عن مرشح آخر؟ هل هذا العنصر يعني عنصر حيوي ومهم بالنسبة للمرشحين؟ هل يعني الاعتماد على القبلية والعائلية يعني بيحتل جزء رئيسي في هذه المسألة؟ هل ده بيشعل المنافسة؟ هل ده بيجعل المنافسة هادئة أكثر؟ شكل التركيبة السكانية والعنصر القبلي فيها بيلعب دور عامل ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك هي طبيعة دائرة أبو المطامير، لما أقول دائرة أبو المطامير يبقى أبو المطامير والحوش، فيها النظام العائلي وفيها الترابط القبلي وفيها كل
الفئات اللي موجودة في المجتمع فيها قبائل وفيها عائلات وفيها جميع فئات المجتمع، فيها القرى الجديدة جايين من المحافظات الأخرى لكن استوطنوا موجودين في أبو المطامير، وولادهم بقى شهادات ميلادهم أبو المطامير وبينتموا لأبو المطامير. فأبو المطامير التركيبة بتاعتها تركيبة متنوعة فيها من كل فئات جمهورية مصر العربية. خليني اسمح محمد كمان اسال حضرتك، يعني النهارده استمعنا الى احد المشاكل الموجوده تحديدا في كوم الفرج، الناس كانت بتتكلم بشكل ملحوظ عن مشكله مستشفى القريه، وكانت بتقول تتكلم عن نقص الخدمات، الناس كانت بتصرخ من هذه المشكله وبتعلقها في رقبه النائب او شايفه انه النائب المقبل عليه واحده من اهم التزامات هي مشكله المستشفى. كيف تنظر الى يعني تعاطي الناس مع هذه المشكله للنائب القادم؟ بص، هو حضرتك المشكله اللي موجوده دي مشكله ابو مطامير كلها. النهارده احنا في ابو المطامير، انا بصفتي طبعا كنت مرشح سابق في انتخابات 2011، الفتره اللي فاتت دي تقربت جدا من مشاكل ابو مطامير ودرست مشاكل ابو مطامير، وكنت عايز اعرف ايه حكايه ابو المطامير دي. حضرتك لقيت ان مركز ابو المطامير بصفه خاصه بدون مبالغه من اسوأ المراكز في الخدمات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، من أسوأ المراكز في الخدمات على مستوى جمهورية مصر العربية. خلينا نتكلم عن رؤيتك في الصحة تحديدا. تمام. فلو خدنا مثلا مجال الصحة، مجال الصحة أنا قلت يمكن في مجال الصحة أن الدولة مخصصة مبلغ ضئيل لمجال الصحة، فدرست الموازنة بتاعت 2014-2015 لقيت أن المبلغ المخصص في هذه الموازنة للصحة 41 مليار جنيه. طيب رحت المستشفى العام بتاع أبو المطامير، ورحت الوحدات الصحية اللي موجودة في القرى، ورحت مستشفى كوم الفرج، لقيت حضرتك صحيح في مجهود بيبذل حاليا من مدير مستشفى أبو المطامير لكن الإمكانيات مش مساعدة، لا عندنا وحدة عناية مركزة ولا عندنا وحدة أشعة ولا عندنا وحدة حروق وعندنا وحدة حضانات يعني ضئيلة جدا، ما عندناش غرف عمليات أساتذة بييجوا يعملوا عمليات لأبناء أبو المطامير. لو رحنا لمستشفى كوم الفرج اللي حضرتك شفتها دي من أكبر المستشفيات اللي موجودة في محافظة البحيرة على مساحة 5 فدادين، المستشفى فيها إنشاءات رهيبة، فيها أجهزة أشعة وغرف عمليات متخزنة في أوض الفيران بتاكلها، كل اللي بتقوم بيه المستشفى ديت بتطعم الأطفال الصغيرين. لو جينا المستشفى العام بتاع أبو المطامير يوم ما بتحصل موضوع كبير يقول له يا إما روح مستشفى حوش عيسى، يا إما روح كفر الدوار، يا إما روح دمنهور، لو معاك فلوس روح اسكندرية. فإحنا هنا في أبو المطامير أنا بعتبر أن في مبلغ كبير مخصص في الموازنة العامة للدولة إحنا ما بناخدش حقنا فيه من هذا المبلغ في مجال الصحة. مركز أبو المطامير من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية انتشارا لمرض فيروسي، انتشارا لمرض فيروسي، يعني مش هنقول لك يعني مفيش وفيات بتحصل عندنا في أبو مطامير الا سببها غالبا مرض فيروسي. لما الدوله عملت وحدات لعلاج فيروسي وعلاج اللي هو السوفالدي ما عملتش وحده في مركز أبو مطامير، فمركز أبو مطامير بصفه عامه مهمل صحيا تماما. محمد خليني كمان انتقل معك الى مشكلة اخرى ربما سمعنا عنها اكثر في مدينة ابو المطامير، هذه المشكلة ربما كانت مشكلة النقل والمواصلات، بعض الناس يتأففون من الطرق ويتأففون ايضا من انتقالهم بين القرى المختلفة وبين مدينة ابو المطامير، يعني الى اي مدى تنظر الى هذه المشكلة وكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة بشكل فوري؟ بص حضرتك احنا عندنا الطرق في ابو المطامير طرق كلها انهارت ما بيحصلش فيها صيانة ولا تجديدات، يعني أنا ما شفتش طريق حصل فيه صيانة ولا تجديد، حتى طريق أبو المطامير جانكليس لما حصل فيه صيانة وتجديد احنا ما حسيناش انه فيه صيانة وتجديد. الطرق عندنا كلها بحالة سيئة، ومن أبرز المواضيع دي يمكن حضرتك جيت على الطريق ده، الطريق اللي بيربط بين أبو المطامير وكفر الدوار، الطريق ده احنا بنسميه طريق الموت، ما فيش يوميا ما بيحصلش عليه حادثة، وحضرتك جاي داخل أبو المطامير كان في حادثة حضرتك شفتها، فالطريق ده ما فيهوش صيانة، ما حصلش فيه صيانة من 25 سنة. ففي نفس الوقت عندنا الطريق اللي بيربط بين الصحراوي وجنكليس، الطريق ده ما لو في عربية نقل ماشية عليه ما فيش عربية تانية تقدر تعديه، مع العلم ان الطريق ده بيربط بين الصحراوي والزراعي، الطريق ده
تعبنا واحنا في حزب الوفد طالبنا كتير ان الطريق ده لازم يبقى مزدوج لانه طريق حيوي وشريان مهم مش لابو المطامير ده للدولة كلها لان الطريق ده عليه مزارع ضخمة منطقة جديدة وفيها مزارع ضخمة نقل المحاصيل ونقل المنتجات الزراعية غير ان الحوادث اللي بتحصل على الطريق ده رهيبة حضرتك بالليل لو مشيت عليه يوميا عليه حادثة الطرق عندنا في ابو المطامير طرق منهارة بالاضافة ان الطرق في داخل القرى ما فيهاش رصف خالص ما بيحصلش رصف في مطامير موازنة الرصف في مطامير السنة اللي فاتت يعني على ما اعتقد وما سمعت من الزملاء المسؤولين ما جاش لابو المطامير غير 2 مليون جنيه للرصف الرقم ده حقيقي لكن انا تأكدت منه من اكتر من حد اذا ابو مطامير مش داخله برضو في خطة الرصف في الدولة خالص الطرق دي لازم يتشاف لها حل ولازم تترصب بالإضافة ان احنا في مطامير ما عندناش اتوبيسات ملك الدولة خالص وحضرتك شفت الطلبة واقفين ازاي وهم طالعين من المدارس مستنيين بتاع العربية الكبوت بتاع الميكروباص بتاع التوك توك كل ده عبء على ولي الامر وسائل نقل برضو فيها خطورة بالنسبة للولاد الصغارين ما عندناش اتوبيسات خالص في مركز او مطامير وان كان في اتوبيسات اتسحبت وراحت مراكز تانية احنا من الاخر في النقطتين دول احنا مركز مهمل تماما طيب القرى الجديدة ايضا في ابو المطامير في دائرة ابو المطامير يعني هذه القرى ايضا لديها العديد من المطالب كيف تنظر الى القرى الجديدة ويعني تنمية هذه القرى في داخل الدائرة انا حضرتك انا رحت القرى الجديدة دي وقعدت مع اهلها اكتر من مرة القرى دي عايشة على بركة مياه بركة مياه جوفية كل البيوت على برك مياه جوفية العالم دي بتستغيث وبتقين محتاجة صرف صحي محتاجة الدولة تشوف لها حل في الموضوع ده لأن الأرض اللي هناك دي واطية قرى جديدة والأرض منخفضة فكل البيوت هناك على برك مياه فمحتاجة صرف صحي بالإضافة إن هم بيعانوا من عدم وجود وحدات صحية أو وجود مستشفيات عندهم كل اللي عندهم وحدات صحية مجرد علاج بدائي في نفس الوقت المناطق دي احنا بنطالب ان يكون فيها مصانع في داخل ارض ابو المطامير ابو المطامير كل اللي فيها ارض زراعية نشاط ابنائها هو الزراعة مع العلم ان ارض ابو المطامير متسعة جدا بتربط بين الصحراء والزراعي محتاجين مصانع في ابو المطامير حضرتك مجلس الوزراء في شهر 3 وفي شهر 4 اقر 27 مشروع استثماري وصناعي في محافظة البحيرة مفهومش ولا مشروع في مركز ابو المطامير ازاي انا مش عارف التوزيع الاستثمارات في الدولة ازاي علشان كده مختلة جدا مركز ابو المطامير مهمل جدا صرف صحي في مركز ابو المطامير بالكامل مفيش صرف صحي باستثناء المنحة الإماراتية عملت في قريتين عندنا في مجلس زاوية صرف صحي ولولا المنحة ما كانش بقى فيه صرف صحي خالص في أبو المطامير حضرتك مركز أبو المطامير محتاج كتير في بطالة رهيبة بين شبابنا في أبو المطامير أكبر المراكز بطالة بين الشباب موجود في مركز أبو المطامير طب إيه السبب؟ إيه السبب الكلام ده؟ عندنا مصنعين أو ثلاثة وعندنا مزارع موجودة في أبو المطامير حضرتك معروف دايما ان لما بيبقى في مصنع موجود في مركز بيبقى ان هو بيستفيد من البيئة هذا المركز بيستفيد من الرصف بيستفيد من المية بيستفيد من الهواء بيلوث بيئته يبقى فيه الاولوية معلش فيه اولوية لتعيين ابناء هذا المركز لا المصانع دي ما بتعينش ابناء مركز ام مطامير والمزارع دي ما بتشغلش ابناء مركز ام مطامير بيجيبوا خبرات من برة ابناء مركز ام مطامير ملهمش حظ حاليا وملهمش نصيب حاليا في, في, في الانجازات اللي بتتم في الدولة علشان كده انا بنقول ان مصر دولة غنية مصر فيها استثمارات كتير الموازنة ضخمة جدا انا بقول ان حق ابو المطامير لازم يرجع لها مش بالفتوانة ولا لا حق ابو المطامير لازم يرجع لها من موازنة الدولة موازنة الدولة غنية جدا جدا لو احنا في ابو المطامير خدنا نصيبنا من موازنة الدولة مش هنحتاج حاجة محمد من الحديث عن مطالب يعني بوجود مناطق صناعية وبوجود مصانع في ابو المطامير الى منطقة اخرى ربما ايضا هي منطقة صناعية بطبعها هي منطقة الحوش يعني كيف
تنظر إلى مشاكل العمال في الحوش؟ كيف تنظر إلى المشاكل المستثمرين أيضا في منطقة الحوش، خاصة أنها منطقة صناعية وتجارية، وكيف يعني تتعاطى مع المشاكل هناك؟ بالضبط. طبعا الحوش هي جزء من مننا، وزي ما قلت لحضرتك احنا فوق مطامير والحوش ما بنفرقش عن بعض. انا شايف ان الحوش برضه فيها مشاكل صرف وفيها مشاكل في المدارس، لكن هي الحوش اوفر حظا مننا في ابو المطامير ان هي فيها مناطق صناعية ابنائها بيشتغلوا في المصانع. انا قلت لحضرتك ان مجلس الوزراء في شهر 3 و4 اقر 27 مشروع استثماري، منهم اكبر مشروع في حوش عيسى اللي هو وخصصت له الدولة 362 فدان منطقة صناعية هتستوعب 12 ألف عمالة من أبناء حوش عيسى، خصصت له 7 مليار جنيه. يعني ده مشروع هايل، احنا ان شاء الله في مجلس النواب هندعم المشروع ده ونحاول نسرع بيه، لان هو مشروع هيدي طفرة لحوش عيسى والأهل حوش عيسى. وفي نفس الوقت احنا زي ما قلت لحضرتك بنطالب في المساواة في توزيع الاستثمارات على مستوى قرى، مستوى مراكز البحيرة كلها. محمد، يعني البرلمان القادم يعني يعتبروا كثيرون أنه البرلمان الأهم والبرلمان الأخطر في تاريخ الحياة النيابية المصرية، خاصة بعد مرور مصر بثورتين كبيرتين. كيف تنظر إلى استخدام النائب للآليات المختلفة للرقابة، من طلب الإحاطة للاستجواب؟ يعني كيف يمكن تفعيل آليات الرقابة بشكل يتوائم مع رغبة الحكومة والدولة في الانطلاق إلى مصر جديدة؟ حضرتك طبعا أنا بدأت مع حضرتك اتكلمت عن الخدمات والمشاكل، وأنا أعلم تماما أن دور النائب مش كده بس، أنا أعلم تماما أن دور النائب تشريعي رقابي خدمي، ده دور النائب الفعلي. فحضرتك احنا المرحلة اللي جاية في كم رهيب من التشريعات هيعرض على مجلس النواب، محتاجين برضو نواب المرحلة اللي جاية دي تقدر تواجه التشريعات دي وتقدر تدرس التشريعات دي وتقدر تصحح العيوب اللي موجودة في تلك في التشريعات دي إن كان فيها عيوب، مع العلم ان انا شايف ان في تشريعات كثيرة محتاجة انها تتراجع تاني وتاخد وقتها في مجلس النواب. وانا كان في الدستور بقول في 15 يوم لمدة مناقشة المشاريع دي، لكن الفقهاء يعني اختلفوا في تفسير كيفية ال 15 يوم، لكن انا في تفسير عجبني ومعرفش في اقتنعت بيه جدا، ان في التشريع 15 يوم دول بتطرح كل التشريعات في خلال ال 15 يوم دول وتعرض للمناقشه وبعد كده بتاخد وقتها. انا بقول ان ال 15 يوم غير كافيين، لان في تشريعات مهمه جدا، تشريع زي قانون الاحوال المدنيه اللي بيمس كل موظفين مصر اللي ما صدرتش اللائحه التنفيذيه بتاعته لغايه دلوقتي، لان في عيوب موجوده في هذا القانون محتاج دراسة. قانون الاستثمار، قانون الاستثمار محتاج إعادة نظر فيه، لأن أنا عارف إن هو طلع في ظروف وفي وقت كان في مؤتمر شرم الشيخ ومحتاجين قانون استثمار يدي مميزات للمستثمر، لكن ما تبقاش كل المميزات للمستثمر، لكن تبقى مميزات للعاملين في المشاريع، مميزات للبيئة اللي موجود فيها المشروع. عشان كده قانون الاستثمار لابد أن يراجع. قانون التأمينات فيه كمية قوانين كبيرة بتمسنا هنا وبتمس الدولة، محتاجة انها تتناقش. عشان كده احنا محتاجين نائب دارس وواعي وفاهم وعارف دوره التشريعي ودوره الرقابي، وخاصة الدور الرقابي مهم جدا. انا يعني مش عايز ابالغ واقول ان في فساد منتشر في اغلب الاماكن في مصر، والكلام ده حسه رئيس الجمهورية بنفسه وحاسينه الوزراء، واحنا كأبناء الشعب المصري حاسين ان في فساد بدأ منتشر. لابد من قوانين حازمة لمواجهة الفساد، لابد من إجراءات حازمة لمواجهة الفساد، لابد من مجلس شعب قوي زي ما قلت يمارس دوره الرقابي لمواجهة الفساد، لان طول ما في فساد ما فيش استثمار، طول ما في فساد مفيش تقدم. المرحلة اللي جاية أنا شايف إن الدولة أو البرلمان اللي جاي برلمان قوي، برلمان وطني، وده دور ناسنا ودور أهلنا في مصر. لو البرلمان ده فعلا قوي ووطني، أنا بقول إن مصر دي في خلال الأربع سنين القادمة هتكون مفاجأة للعالم كله في تحركاتها وفي مشاريعها وفي استثماراتها. البرلمان مهم جدا، المستثمر رأس المال جبان، إن ما كانتش الدولة مستقرة